بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي كرام، أول شيء نشكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وفقنا وجينا في هذا المكان. لماذا جينا في هذا المكان؟ والله العظيم أحبابي الكرام، ما جينا إلا بفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هني ماشي جهد إلا جهد فكر رسول. إيش هو فكر رسول؟ هداية البشرية كلها في مشارق الأرض ومغاربها. جنازة يهودية تذهب إلى المقبرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، يقول نفس تفلت من يدي لنهر جهنم. فيا معشر الرجال والنساء، يا أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، علينا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى جل جلاله. وهذه الدعوة أول لنا نحن المسلمين، لأن حياتنا الآن أصبحنا مثل حياتهم، ملابسنا مثل ملابسهم، أكلنا مثل أكلهم، فكيف نذهب إلى الكفار؟ أول جهد للمسلمين، ثم إذا أتى الدين في حياتنا مثل ما كانوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نحن نتحرك لهؤلاء الناس، وتلقائيا بإذن الله سبحانه وتعالى سيدخلون إن شاء الله في الإسلام، ونلقى الله سبحانه وتعالى وهو راضي عنا، ونكون مكاننا وين؟ في جنة الفردوس. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى اهدي الناس جميعا، قولوا أمين. يا غفار اغفر ذنوبنا، يا تواب وفقنا لتوبة النصوحة، يا ستار استر عيوبنا في الدنيا وفي الآخرة، يا رحمن الرحيم ارحمنا في الدنيا وفي الآخرة، يا كريم اكرمنا في الدنيا وفي الآخرة، يا شافي اشفنا من كل مرض في الدنيا وفي الآخرة، يا غني اغننا في الدنيا وفي الآخرة، يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا الله اهد الناس جميعا، يا الله اهد الناس جميعا، يا الله اهد الناس جميعا، يا الله رزقنا فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رزقنا هم الرسول وشفق الرسول. آمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تكبير الله. جميل جميل. نسأل الله سبحانه وتعالى.